الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أشكر الله أحبائي من أجل وجودي معكم في هذا اليوم. الجزء اللي اتقرا علينا وكما تعودنا بصفة دايمة في أيام الخمسين من إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب. القصة بتدور إن السيد المسيح عمل معجزة، ونتيجة صنع للمعجزة أخذ اليهود منه موقف وفكروا يقتلوه لأنه عمل المعجزة يوم السبت. ومن هنا بدأ الحوار بين السيد المسيح وبين الجموع حول هذا الأمر. بدأ السيد المسيح الأول يعلمهم، فبدأوا يحكموا عليه وفقا لتعليمه. جاب الكلام ده منين؟ ما احنا عارفينه، هو كان درس فين قبل كده؟ ولما بدأ يناقشهم وقال لهم انتوا ليه عاوزين تقتلوني، كانت المفاجأة حكم سريع على السيد المسيح. قالوا به شيطان، ليه الأحكام الجزافية دي؟ سهل كده نحكم على الناس ونقول ده في شيطان؟ النتيجة ان السيد المسيح ختم حديثه، هي رسالة موجهة لي وليكم، موجهة لكل إنسان، ألا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا بالعدل. نقف وقفة شوية مع هذه العبارة. شوف حبايبي، الحقيقة سهل جدا إن كل إنسان منا يدي لنفسه الحق إنه يحكم على الناس ويدي أوصاف للناس. طب حبيبي، الحكم ده حكمته على أساس إيه؟ دقق شوية. نلاحظ أننا قد نحكم وفقا للظاهر وليس الباطن والجوهر، ونلاحظ أيضا قد نحكم على إنسان في حاضره وفقا لماضيه، وقد نحكم على إنسان وفقا لمعلومات جيالنا من الغير. طب انت دققت في المعلومات اللي جيالك؟ الناس اللي بتحكم على الظاهر ربما بتحكم على المظهر، والناس اللي بتحكم على الظاهر ربما بتحكم وفقا لمعلومات سطحية غير مدققة ما تأكدش منها، والناس اللي بتحكم على الظاهر ربما يحكم على واحد وفقا لسنه، ده لسه صغير يعرف ايه ده. انت يا ابن صغير لازم تسمع الكلام، انا ابوك. طب والصغير ده مش عنده فكر، مش عنده رأي، طب مش تسمع له الاول قبل ما تقول له انت صغير؟ نحكم على الظاهر يا احبائي زي ما حكموا على السيد المسيح وفقا لمستوى التعليم. هو درس ايه ده ان شاء الله عشان يجي يعلم في وسطينا يعني؟ وقد نحكم على الظاهر وفقا للامكانيات، نحترم اللي عنده امكانيات ونقلل من مكانه محدود الامكانيات. يبقى حكمنا على الناس وفقا لامكانياتهم. وقد نحكم الظاهر وفقا للمستوى الاجتماعي بصفة عامة. صدقوني وأحيانا نحكم على الظاهر وفقا أنا باجي الكنيسة ولا ما بجيش، مش ده الحكم. أحبائي أديكم أمثلة بسيطة عشان نؤكد خطورة الحكم بالظاهر. صموئيل النبي بني إسرائيل رفضوه في مرحلة وطلبوا لأنه كبر في السن،
وكان خوفهم ان حد من ولاده يتعين قاضي مكانه، هم شايفينهم ما هم زي صموئيل، فاختاروا ملك، عايزين ملك. وبدأ صموئيل يختار وفقا لرؤيتهم ومقاييسهم، جاب لهم شاول. طب اشمعنى شاول؟ يا ترى يا صموئيل انت دخلت وفتشت قلبه؟ قال لك شاول ده كان من كتفه فما فوق اطول من اي واحد فيهم، وهو ده اللي حكمت بيه ان ده الافضل ان يكون ملك. بعد شويه ربنا رفض شاول الملك، وبعد كده نصح صموئيل انه يروح بيت يسى عشان يختار ملك، وبطلب من يسى انه يجيب له ولاده، فبدا يدخلهم واحد ورا التاني. في الاول قدم له الابن الاكبر الياب، يقول كده: ولما جاءوا انه راى الياب فقال ان امام الرب مسيحه. هو ده اشمعنى؟ ايه مقاييسك؟ بتحكم على الظاهر ولا انت سالت عنه وفتشت قلبه؟ فكان الحوار بين ربنا وبين صموئيل، قال له: لا تنظر الى منظره وطول قامته. يظهر نفس الطريقه اللي بيختار بها شاول بيختار بيها بديل شاول. قال له: من فضلك ما تنظرش لمنظره وطول قامته، لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان، انا مش زي البشر، لان الانسان ينظر الى العينين، اما الرب فينظر الى القلب. وبعد كده بدأ يعبر ولاده قدام صموئيل، وربنا رفض الكل، دخلوا كلهم. فبدأ صموئيل يتكلم معاه: هم دول كل ولادك؟ مفيش حد تاني؟ طب اشمعنى دخل دول في الأول؟ في نظره دول الأكبر، والأكبر هم الأكثر استحقاقا. ففي النهاية قال له: بقي بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم. بص لسنه يبقى ده مش مناسب، ولكن الله الذي ينظر الى القلب يتكلم عن داود الصغير، يقول: فوجدت قلبه حسب قلبي. ما تحكمش حسب الظاهر، من فضلك حبيبي، لو بنحكم حسب الظاهر في معركة داود وجلياط مين يغلب؟ من جهة الطول جلياط، من جهة الخبرة جلياط، من جهة التسليح جلياط، ده من حسب الإمكانيات البشرية نقول جلياط، ومن حسب النعمة الإلهية والعمل الإلهي مين اللي انتصر؟ داود. اتعلم ما تحكمش حسب الظاهر. واحدة موجودة في بيت من البيوت اللي دعا السيد المسيح إلى وليمة، الرؤية مختلفة، الراجل بص إلى ماضيها وحكم عليها، ده مش حكم عليها وبس، وحكم على السيد المسيح كمان، قال: لو كان هذا نبياً لعلم من هذه المرأة وما حالها أنها خاطئة، لأنه نظر إلى الماضي. ما تحكمش على إنسان وفقا لماضيه، إنما رب المجد نظر إلى حاضرها، قال له: لقد أحبت كثيرا فغفرت لها الخطايا الكثيرة. شاف محبتها، شاف إيمانها، شاف اتضاعها، شاف عطائها، وشاف بالأكثر توبتها في دموعها. ما تبصش على ماضي إنسان وتحكم عليه. لصين كانوا جنب رب المجد يسوع، واحد شاف الضعف فقعد يعيره، والتاني فتش عن محبته الممتلئة قوة، لقى قوته في محبته، يقول: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شاف حبه أنه الإله المتجسد، والتاني شاف الألم
إنه إنسان زيه حكم حسب الظاهر، والتاني آمن بالمسيح لأنه شاف عمق المحبة المتجسدة في المسيح وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. حبيبي من فضلك ما تحكمش حسب الظاهر. واحد زي أثناسيوس في مرحلة من المراحل كان في المجمع. ده مين ده؟ ده صغير، ايه اللي جابه هنا؟ ده مجرد شماس، ايه اللي جابه هنا؟ ده احكام وفقا للظاهر. وبعدين الصغير والشماس هو اللي كان المؤثر والفاعل في المجمع رغم كل البطاركة والأسقفة اللي كانوا موجودين. حبيبي ما تحكمش حسب الظاهر. صدقوني أنا في العزة الأسبوعية في طنطا كل أسبوع وأنا داخل بفتش على واحد معين. أنا بقول الكلام ده بمشاعر حقيقية، ببقى بدور عليه وأنا داخل عشان أسلم عليه. طب وش معنى يعني؟ عايز أخد بركة. طب ده مين ده؟ واحد فقير جدا كان في وقت من الأوقات حارس في كنيسة. طب وبعدين؟ فقد سمعه، ومع ذلك رغم أنه فاقد سمعه جاي يحضر العزة كل أسبوع. يسمع إيه؟ لا ده بيسمع بقلبه وبيسمع بعينيه، ورغم أنه مش سامع لا يفوت لا قداس ولا عزة ولا عشية. لو حكمنا بالظاهر نقول يطلع من ده مجرد عامل بسيط، ولو حسبنا حسب الجوهر ده إنسان قديس كل واحد فينا معدي ياخد بركته. حبيبي ما تحكمش على الظاهر حسب الظاهر. أنصحك نصيحة بصفة عامة ولئلا أطيل عليك، الأفضل ألا تحكم على أحد. الأفضل ألا تحكم على أحد لألا تحكم باطلا. وإذا كان واجب عليك الحكم يبقى فتش ودقق، بص للحاضر والماضي، بص للي بره واللي جوه، بص لكل الأمور عشان تحكم حكما عادلا. عشان يقول رب المجد يقول لك لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين.